ساعات بحبها وساعات بقلق منها يعني. بس من خبرتي ومن تجربتي مع السيناريوهات اللي اتقدمت لي، اظن انه دايما رغم ان انا عايزه اقدم شخصيه بعيده عن اللي شايفيني فيه الناس، عايزه اكون ممثله وعايزه اكون يعني اضافه كويسه للتمثيل، مش عايزه بس امثل لانه انا معروفه عند الناس كمطربه فاستغل. فدي فما كنتش حابه قوي الفكره دي. بس للاسف كل السيناريوهات اللي اتعرضت عليا بعيده عن شخصيتي ما حبتهاش. دايما بميل للحاجات اللي هي قريبه مني زي الاغاني بالظبط. فلقيت نفسي كده بتعامل مع التمثيل زي